أهلا بكم. حقق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد رقما مميزا خلال مواجهة ليفربول مساء يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل فينيسيوس هدفي لريال مدريد، الأول جاء في الدقيقة 27 والثاني جاء بعد تمريرة مركزة من زميله مودريتش منح بها فينيسيوس هدف الثالث للملكين. وبحسب شبكة أوبيتا للإحصائيات فإن فينيسيوس بعمر 20 عاما و268 يوما هو ثاني أصغر لاعب يسجل ريال مدريد في مباراة بالأدوار الإقصائيات لدوري أبطال أوروبا، ويعد أصغر لاعب للمرينجي الأسطورة السابق راول غونزاليس والذي سجل هدف لريال مدريد بعمر 18 عاما و253 يوما في مارس 96 ضد يوفنتوس الإيطالي. إلى اللقاء. I'm gonna go.